زوجتك حاولت الانتحار قبل هالمرة؟ لا. طيب هي مزعوجة من شيء أو مضايقينا؟ كانت تعبانة نفسياً شوي هالفترة؟ نحن الحقيقة مرقنا بفترة صعبة شوي، بس ما خطر لي أبداً إنها رح تحاول تنتحر. طيب هددتك بأنها يمكن تنتحر؟ أو قبل ما تأخذ هاي الأدوية خبرتك شيء؟ لا أبداً، بس ليش عم تسألني؟ ما عم بفهم. اسمعني عمران بيك، زوجتك أخذ أدوية وبكمية كتير كبيرة، وطالما ما خبرت حدا قبل ما تعمل هذا الشيء معناتها مصرة تموت وهي ما عم تتسلى. يعني اللي بدي أقوله يا عمران بيك، نحن هالحالات كتير منشوفها، وبيكون قسم كبير منهم حالاتهم بسيطة وما لها خطيرة أبداً، وبيكون المريض عم يلفت انتباه، بس ديما خانم حالته النفسية صعبة كتير، واللي عملته محاولة انتحار حقيقية وكانت بدها تموت فعلاً. طيب وكيف هلا؟ أنقذناها بآخر لحظة، بس لو تأخرنا كمان شوي كانت ماتت. وضع أحسن؟ إيه، وهلأ رح تضل تحت المراقبة. ديما كان بدها تسقط البيبي، وانت أكيد ما طوعك قلبك، بعرف إنك عم تلومني. الحكي بهذا الموضوع ما عاد له معنى ولا يهمك. انت ما رح تقولها بوشي، بس أنا بعرف إنك من جوا متضايق مني، وانت بحياتك ما رح تسامحني على اللي عملته. يا رب تخيلك، يا رب تحميها. شو صاير معكم نعمة خانو؟ ديما كيف صارت؟ شكراً اللي خبرتك. هلأ مو مهم اللي خبرني، عم قلك كيف. جاوبيني، ليش أنا آخر واحد عرفت بالموضوع؟ تعا أقعد هون لحتى أحكي لك. تعا. قلت يمكن المشكلة بسيطة وراح تحلوها، بس ما توقعت يصير هيك. شو في لك عمران؟ احكي لي ابني. نحكي بهذا الموضوع بعدين بابا. ليك ابني، هالبنت حاولت تنتحر وهي حامل بحفيدي، والمشكلة كبيرة، وأنا بدي أفهم شو صاير بيناتكم. أكيد، بس نطلع من المستشفى رح أحكي لك كل شيء، بس هلأ مو جاي على بالي أحكي بالموضوع لو سمحت. زياد بيك، هلأ بتتعب هون، ليك ديما منيحة، يلا امشي على البيت. مستحيل امشي. أنا إذا هلأ ما اطمنت على وضع كنتي وحفيدي ما رح روح لمكان. بابا أنا هون ورح خبركم. يلا امشي زياد بيك، الدكاترة عندهم، لا تخاف، ما بيتركوهم. يلا الله يخليك، يلا يا كبيرنا. أمي معها حق بابا، وانتي روحي ماما، أنا هون لا تاكلوا هم. رح امشي، بس أي شي بصير معكم بتخبروني فورا، وأنا بجي بسرعة. تمام بابا، بخبرك فورا، وعد. لا تتركنا مشغول بالنا عليه. تمام أمي، لا تاكلوا هم. طمني دكتور، كيف وضعها هلا؟ عاينتها خلال هالفترة أكثر من مرة، وحاليا ما في خطورة، بس بدها مراقبة. ممكن شوفها؟ إيه طبعا، بس ما تطول عندها، بالكتير خمس دقائق.
ديما أنا جنبك حبيبتي، يلا افتحي عيونك يلا. يا روحي عمران مرقت على خير؟ شو يا عمري؟ آسفة كتير. تمام لا تتعبي حالك، ارتاحي هلا. ماشي اهدي شوي. ممكن تطلع لبرا لو سمحت؟ Thank you.